الله موسى عليه السلام رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. رب أي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. سبحانه وتعالى لما خلق الله جبال الدنيا نظرت إليها الملائكة متعجبة لما رأته من قوة وشموخ وصلابة، فقالت ربنا هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم، خلقت الحديد فهو يهلك الجبال. ربنا هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم، خلقت النار فهي تسهر الحديد. ربنا هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم، خلقت الماء فهو يطفئ النار. ربنا هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم، خلقت السحاب فهو يحمله. ربنا هل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال نعم، خلقت الريح فهو يسيره. ربنا هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم، خلقت المؤمن التقي الذي يتصدق بيمينه فلا تدري عنها شماله. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله محمد، ما بين منبره والقبر قف أدبا، وقبل الأرض إن الشكر قد وجبا، وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلبا، واستغن بالوصف في رول النبي وقل الحمد لله نور المصطفى غلبا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى مسك ختام هذه الليلة القرآنية التي اقيمت تكريما للراحلة الكريمة فقيدة عموم عائلة الحسيني حرم العمدة صاحب الادب والواجب في كل مكان حق مهدي الحسيني، الذي يتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم والجميع مشارك العزاء. السادة الكرام، يحضر معنا في هذا المقام القرآني علم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي، إنه ابن القرآن الكريم، نبت بيت القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز، قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي، قارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا لمسك ختام هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، you
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن He
ولا تجسسوا يا أيها
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ولكن كانوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
قل أتعلمون الله بدينكم والله
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علم كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريب أفلم وألقينا فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صدق الله العظيم. الفاتحة.